بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا ومرحبا بكم. بنستأنف مع بعض بقية محاضرات تصميم التجارب. معانا دلوقتي في المحاضرة الثالثة، تحليل التباين في اتجاهين. احنا خلصنا تحليل التباين في اتجاه واحد وعلاقته مع المتغيرات السورية، وشفنا كمان الاختبارات بتاعت مقارنة الأزواج. دلوقتي احنا اتنقلنا نقلة تاني، ان احنا بنعمل بقى دلوقتي تحليل التباين في اتجاهين. والمقصود بالاتجاهين ان انا بدرس تأثير كل من الاعمدة والصفوف، مش الاعمدة بس زي الاتجاه الواحد، مش الاعمدة بس، مش بجيب مجاميع الاعمدة بس زي الاتجاه الواحد، لا ده انا بجمع مرة في اتجاه الصفوف ومرة في اتجاه الاعمدة. فعايز اشوف تأثير كل من الاعمدة والصفوف. وهناك عاملان يؤثران عندي، الاعمدة واسمها المعالجات، والصفوف واسمها القطاعات. ويطلق على هذا التحليل اسم التصميم، تصميم القطاعات تامة التعشية. طبعا تاخد بالك من حاجة، ان انت لما بتيجي تعمل تحليل الاتجاهين هتروح تحسب بين الأعمدة مرة وبين الصفوف مرة وتطرحهم من الكلي، فيتبقى البواقي. هنا البواقي هتبقى أقل من تحليل الاتجاه الواحد. اشمعنى؟ ما انت الكلي ما بيتغيرش، سواء كنت ماشي في اتجاه واحد او في اتجاهين، الكلي هو هو. اللي بيتغير بقى التجزئة بتاعته او التحليل بتاعه. فاحنا لو حللنا صفوف واعمدة فده بياخد من البواقي فبيخفضها، فالبواقي حجمها يقل. طيب تعال نشوف مع بعض ايه الجديد في لما اجي استخرج البيانات بجيب مجموع القيم اللي هي ماج واي، دي معروفة، وبعدين مجموع واي تربيع برضك عارفها، اللي هي مجموع مربعات القيم كلها، وان اللي هو حجم العينة الكلي اللي هو بيساوي نون واحد زائد نون اتنين زائد نون تلاتة، الكي اللي هي عدد الاعمدة او عدد الاعينات. هتقول لي انا كنت اعرف في الاتجاه الواحد ان اسمها ايه سمول، اقول لك معلش في الاتجاهين استحملها كي، وفي عندي بعد كده ار اللي هي عدد الصفوف. يبقى كي معناها عدد الاعمدة في المسألة، وآر معناها عدد الصفوف في المسألة. بعد ما خرجت الخمس بيانات دول هقدر أحل المسألة بسلاسة، بس أكون عارف كل بيان معناه إيه. للخطوات بتاعة الاختبار، بحط الفروض. الفرض الأصلي لما بكتبه بيتوزع لفرضين. إزاي؟ أقول لا يوجد تأثير جوهري للأعمدة على الظاهرة، لا يوجد تأثير جوهري للصفوف على الظاهرة. الفرض البديل بيتحول لفرضين، يوجد تأثير جوهري للأعمدة على الظاهرة، يوجد تأثير جوهري للصفوف على الظاهرة. ليه؟ لأن أنا بختبر تأثير الأعمدة وتأثير الصفوف، عايز أشوف في اختلافات معنوية بين الأعمدة ولا لأ، وفي اختلافات معنوية بين الصفوف ولا لأ. مستوى المعنوية 5%، المقياس توزيع ف، توزيع اف. العمليات الحسابية هتبص تلاقي نفس القوانين ونفس العمليات الحسابية اللي احنا خدناها قبل كده في الاتجاه الواحد. فمجموع المربعات الكلي بيتحسب بنفس الطريقة، مجموع واي تربيع ناقص مجموع واي الكل تربيع على ان. بالنسبة لمجموع مربعات الأعمدة بنجيبها ازاي اللي هي التريتمنت، بيقول لك مجموع العمود الأول تربيع على عدده، مجموع العمود الثاني تربيع على عدده، وهكذا. وفي الآخر بنطرح مجموع واي تربيع على ان. هتلاحظ ان انا حاطط نقطة جنب الواحد ونقطة جنب الاتنين. ليه بقى حاطط النقطة دي ليه؟ انت لما بتيجي تجمع العمود الاول، فبتجمعه بتجيب قيمه من اكتر من صف، فعلشان كده بياخد الرمز ده. في اخر القانون بنطرح مجموع واي تربيع على ان، نفس اللي بنطرحه في التغير الكلي. بالنسبة لمجموع مربعات الاختلافات بين الصفوف، شوف النقطة جت فين؟ النقطة جت قبل الواحد وقبل الاتنين، فبقول تي واحد تربيع زائد تي اتنين تربيع، وبجمع واقسم على كي. اشمعنى قسمت على كي؟ هو كان المفروض امشي كده، مجموع الصف الاول الكل تربيع على عدده زائد مجموع الصف الثاني كل تربيع على عدده زائد مجموع الصف الثالث الكل تربيع على عدده. يعني اللي بعمله مع الأعمدة بعيده تاني مع الصفوف. فلما اجي اقول على عدده واجي اعد المفردات اللي في الصف هلاقيها في حقيقة الامر هي عدد الأعمدة بتاعت الجدول،
لان انا باخد مفردة من العمود ده ومفردة من العمود ده ومفردة من العمود ده واجمعهم، فهلاقي نفسي بقسم على عدد الاعمدة اللي هو كي، وفي الاخر بطرح نفس اللي بطرحه في التغير الكلي. يبقى كده زاد عندنا القانون بتاع الصفوف. بعد كده بروح اعمل جدول تحليل التباين في اتجاهين. الجدول دوت فيه حتت فنية عايزك تاخد بالك منها. اول عمود بكتب فيه الفاظ مش رموز، اقول فيه الاعمدة الكولم والرولز اللي هي الصفوف والايرورز والتيتل والتيتل والتوتال. هنا في ناس بتكتب رموز في العمود الاول، الكلام ده غلط. بروح بقى اخد النتائج اللي طلعت من الخطوات القانون اللي فاتت واروح حاططها هنا في الدوائر اللي مكتوب عليها يحسب. انا حسبت الكلي وحسبت الاعمدة وحسبت الصفوف، فلما اجيب الفرق بينهم يطلع الايرور. يعني لما اجيب الكلي اللي هو تحت خالص في الجدول التوتال وبعدين اطرح منه الاعمدة واطرح منه صفوف يطلع الايرور اللي انا كاتب مكانه كلمة الفرق. بعد كده بالنسبة لدرجات حرية الاعمدة، عبارة عن عدد الاعمدة ناقص واحد. بالنسبة لدرجات حرية الصفوف، عدد الصفوف ناقص واحد، يبقى هنا كي ناقص واحد وهنا ار ناقص واحد. بالنسبة لدرجات حرية الكلي ان ناقص واحد، هتبص تلاقي الكلي ما اتغيرش سواء كان انحدار سواء كان تحليل تباين في اتجاه او في اتجاهين، الكلي هو هو ودرجات حريته هي هي. بجيب الفرق. ايه معنى كلمة الفرق اللي مكتوبة قدامك في العمود الثالث؟ ان انا هجيب درجات الحرية بتاعت التوتال واطرح منها درجات الحرية بتاعت الاعمدة والصفوف واحط النتيجة في السطر الثالث في الجدول. في طريقة تانية اجيب بيها درجات حرية البواقي او الايرور؟ قال لك في طريقة تانية تأكد لك انت صح ولا لا، ان انت تضرب درجات حرية الاعمدة في درجات حرية الصفوف. يعني بالعربي تضرب كي ناقص واحد في ار ناقص واحد. لو ضربت كي ناقص واحد في ار ناقص واحد هيديك نفس الناتج اللي هو بتاع الفرق. بعد كده انت عارف المتوسط بيطلع ازاي، بنقسم عمود اتنين على عمود تلاتة. فهتروح تقسم مجموع مربعات الاعمدة على كي ناقص واحد ومجموع مربعات الصفوف على ار ناقص واحد، وتقسم الخطأ على الفرق بين درجات حريته. الكلي ما بنجيبلوش متوسط. بعد كده بنروح بقى نجيب فيه المحسوبة للأعمدة وفيه المحسوبة للصفوف. اف المحسوبة اللي هي اف كالكوليتد بتاعت الأعمدة بقسم متوسط الأعمدة على الخطأ. طب وبتاعت الصفوف بقسم متوسط الصفوف على الخطأ. يعني بقسم الايه على السي والبي على السي واحط النتائج في اخر عمود. دي اسمها اف المحسوبة بتاعت الأعمدة ودي اف المحسوبة بتاعت الصفوف. لما اجي اخد قرار باخد قرار للاعمده لوحدها وللصفوف لوحدها، فبقول له بالنسبه للاعمده اقارن اف المحسوبه بتاعتها بدرجات حريتها المناسبه مع اف الجدوليه، وبالنسبه للصفوف باخد اف 2 المحسوبه اقارنها بنفس الفكره مع اف 2 الجدوليه اللي بتناسب درجات حريتها. ده كده ملخص سريع. نشوف مع بعض المسألة دي. بيقول لي إذا كان عندك 3 مستشفيات وتم تسجيل عدد المرضى خلال 5 أيام، المستشفيات A و B و C اللي هم مكتوبين في الأعمدة، والأيام اللي هي ساتردي ساندي اللي هم الأيام اللي تحت بعضهم الخمس أيام دول، وبعدين الخانات اللي في الآخر ده تجميع الأعمدة وده تجميع الصفوف، والتجميع الكلي 300، يعني مجموع Y ب 300. بفرض توافر شروط التوزيع الطبيعي وتساوي التباين، هل يمكن القول ان في اختلاف بين المستشفيات؟ هل يمكن القول ان في اختلاف بين الايام؟ واضح كده ان مسائل الاتجاهين فيها سؤالين، سؤال عن الاعمده وسؤال عن الصفوف، ومديك تحت اتنين فيه جدوليه علشان عدد الاعمده هنا مختلف عن عدد الصفوف. الاعمده 3 والصفوف 5، فانت محتاج كده فيه جدولية للأعمدة وفيه جدولية للصفوف. إمتى نحتاج فيه واحدة بس؟ لما يكون عدد الأعمدة قد عدد الصفوف. طيب تعال نشوف خطوات. دلوقتي هنبدأ أول حاجة نستخرج بيانات التمرين. أنا عندي مجموع الواي ب 300 اللي هو المجموع بتاع كل الأرقام اللي في الجدول، كل قيم العينات. عندي نون واحد
بتساوي نون اتنين بتساوي نون تلاتة بتساوي خمسة. مجموع واي تربيع، بربع اول رقم في العمود، تاني رقم، تالت رقم. المجموع ده 6242. بعد كده عدد الاعمدة، انا عندي 3 مستشفيات يبقى كي بتلاتة، و5 ايام اللي هو عدد الصفوف يبقى ار بخمسة. بعد ما جهزت البيانات مفروض اروح بقى اعمل الخطوات بتاعت الاختبار. احنا معانا دلوقتي دي مسألة واجب مطلوب حلها على الاتجاهين، وعرفت ازاي انها اتجاهين عشان المطلوب بتاعها جاي في شكل سؤالين، سؤال عن الاعمدة وسؤال عن الصفوف، والاجابة بتاعت المسألة دي في الصفحة اللي جاية على طول. ارشادات الحل اللي هو الاجابة النهائية بتاعتها علشان تطمن على اجابتك بعد ما تخلص شغل. دي الإجابة النهائية بتاعت مسألة الواجب علشان تسترشد بيها بعد ما تخلص حل. تمرين واجب تاني على الاتجاهين، بس هنا هو مريحك ومديك المجاميع النهائية بتاعت الأعمدة والمجاميع النهائية بتاعت الصفوف، وبرضك المسألة دي إرشادات الحل موجودة في الصفحة اللي بعدها. دي ارشادات حل مسألة الواجب الأخيرة. واضح كده بمجرد النظر ان اف واحد المحسوبة طلع 7 وشوية، اف اتنين المحسوبة طلع 1 وشوية. ده معناه ايه؟ ان واحدة هتطلع معنوية والتانية غير معنوية، يعني المعالجات كده اللي هي الأعمدة طلع كويسة، اما القطاعات طلع فيها المحسوبة بتاعتها قليلة. طبعا الجدول المعطى ليك او الأجوبة المعطى ليك مكتوبة باللغة العربية، سهل قوي ان انت تعدل الجدول وتخلي اتجاهه من اليسار لليمين، وسهل تكتب مكان المعالجات تريت ومكان القطاعات بلوك ومكان البواقي ايرور او ريزيدوال ومكان الكلي التوتال. بس المهم انا يهمني الاجوبة، فانا حطيتها لك في هذا الشكل كاجوبة نهائية على المسألة. بكده يبقى خلصنا المحاضرة بتاعتنا الخاصة بتحليل التباين في اتجاهين، وعرفنا المقصود بالاتجاهين ان الظاهرة تتأثر باتجاه الاعمدة واتجاه الصفوف، وطبعا الاتجاهين دول عشان تبقوا عارفين بيقللولي البواقي، لان القطاعات لما اتحسبت ودخلت في الجدول جت على حساب البواقي اللي في الاخر، يعني لو القطاعات دي مش موجودة كانت البواقي هيبقى حجمها ضخم جدا. بنكتفي بهذا القدر ونتقابل عشان نكمل تحليل الاتجاهين في المحاضرة الجاية. شكرا.